السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال بحث القضاء والقدر يرخي بشيء من اللبس على بعض المسلمين الذين كثير ما يلقي بعضهم باللائمة على القضاء والقدر في أي معصية أو غلط يرتكبه. فما مفهوم القضاء والقدر؟ وكيف يمكن إزالة أي لبس قد يقع فيه المرء حينما يقابل بين حديثي لا يغني حذر من قدر ولا يرد القضاء إلا الدعاء؟ ما الصفات والخصائص الحسية والنفسية التي تترتب على من يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا جازما على الوجه الصحيح؟ وما آثار هذه العقيدة على المجتمع المسلم بصفة عامة؟ ثم ما علاقة القضاء والقدر بما يجري للأمة المسلمة من مآس وما ينزل بها من نوازل في واقعنا الراهن؟ هذه محاور حلقة اليوم من برنامج مقاصد. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذا اللقاء. قبل بدء الحديث دعوني أرحب بضيف الحلقة الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا أستاذ جهاد. كما تعلم دكتور يعني القضاء والقدر بحث عظيم وحارت فيه بعض العقول ممن اشتغل بعلم الكلام حتى في هذا الأمر، لكن قبل أن نتوسع فيه بعد قليل الآن لو قدمت لنا صورة مجملة عامة مبسطة عن مفهوم القضاء والقدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. القضاء والقدر هو جزء من عقيدة الإيمان الكلية التي يحملها المسلم في صدره. نحن نؤمن ابتداء بأن لهذا الكون إلها، هو الذي خلق وأوجد، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي أنشأ هذه الحياة بكل ما فيها. وما دام هو المنشئ وهو الخالق وأقررنا له بالخلق فإن لهذا الخلق مقتضيات. يعني أنت إذا أقررت لإنسان بمنصب وإذا أقررت له بمكانة لابد أن هذه المكانة وهذا المنصب يستتبعوا صلاحيات، يستتبعوا خصائص لهذا الذي أقررت له. فإذا كنا أقررنا لله رب العالمين عز وجل بأنه صاحب الخلق فلابد أنه صاحب التدبير، ولابد أنه صاحب الأمر والتكليف. فإيماننا بالله يتفرع عنه إيماننا بتدبيره لخلقه ولشؤون الكون والخلائق التي أوجدها. القدر هو إيماننا بهذا التدبير الإلهي على مستوياته. هذا التدبير الإلهي منه تدبير كوني، خلق السماوات والأرض والأجرام والأفلاك وحركتها ونظامها وقوانينها، هذا من التقدير الإلهي. حياة الناس وفيها مستويان من التقدير الإلهي، ما فيه مدخل للإرادة الإنسانية فيكون فيه مستويان، مستوى التقدير والتدبير الإلهي ومستوى السعي البشري والكسب البشري، وما لا مدخل فيه للإرادة البشرية مما لا وصل بحياة الناس، مما لا خيار للإنسان فيه، كوقت مولده، كلأي أبوين يولد، كخصائصه الجسمانية التي يولد بها، كالمكان الذي يولد فيه، البيئة التي يتربى، كالبيئة التي يعيش فيها، كالساعة التي يموت فيها، كما يعتريه من عوارض الحياة مما لا كسب له فيه ولا حيلة له في دفعه كمرض ونحوه. كل هذه تقديرات إلى يا أخي الكريم، نحن نعيش في كنف القدر الإلهي في كل لحظة، ونعيش في سلطان التدبير الإلهي في كل حال. والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك هذا التدبير، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. مشكلة بعض المذاهب المادية كالعلمانية المعاصرة أنها أقرت لله بالخلق لكنها أبت أن تقر لله بالأمر، وعظمت من شأن الأسباب الإنسانية والأخذ بها فجعلتها كل شيء، ونفت القدر الإلهي والتدبير الإلهي جملة، ثم بعد ذلك انتزعت لنفسها حق التشريع وحق التكليف وحق الحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح ومسموح أو ممنوع. هذا الإسراف الإنساني في تعظيم دور الاختيار والأسباب كان على حساب الإيمان الكامل بالله.
طب انت هنا انتقلت من القضاء الى القضاء، وربما تكون الاشكاليه ليست في القضاء وانما في فهم بعض الناس لاليات هذا القضاء ولطبيعته، فما يمكن ان يقال عن القضاء هنا؟ يعني هو طبعا التفريق بين القضاء والقدر كما يعني استقر في كتب اهل العلم ان القدر هو التدبير الالهي للاشياء، وقال بعضهم لشؤون الخلائق القدر. وهذا التدبير الالهي على اربعه مستويات. الاول هو مستوى الخلق العلم، والثاني هو مستوى الكتابة، والثالث هو مستوى المشيئة، والرابع هو مستوى الخلق. فكل شيء يقع في هذا الكون قدره الله على أربع مستويات: علمه علما مسبقا، ولا يمكن أن يقع شيء إلا وقد علم الله أنه سيقع في هذا الكون كله. ثانيا كتبه، كل شيء يجري في هذه الحياة، في حياة الأفلاك والأملاك، في حياة الناس والخلق، مكتوب عند الله، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. تمام. الأمر الثالث أمر المشيئة، أن يأذن الله له أن يقع. تمام. أنت لك أن تختار الآن أن تعود إلى بيتك. تمام. هذا اختيار إنساني، وأن تسلك الطريق الموصلة إلى هذا البيت. تمام. هذه الإرادة والكسب الإنساني، لكن الله سبحانه وتعالى قد يأذن بقدره أن تصل إلى البيت، أو يأذن بقدره أن لا تصل. تمام؟ لسبب من الأسباب. فالمستوى الثالث من التقدير الإلهي هو مستوى المشيئة، ثم المستوى الرابع هو مستوى الخلق، أن يخلق لك الفعل الذي أردته فتقوم به وتتمه تحت سلطان التقدير الإلهي الكامل. طيب، القدر المكتوب قد يقع أو لا يقع. هذا الذي كنت أريد أن أسألك عنه، كل الأقضية نافذة متحققة بالضرورة، أم ثمة أقضية يترتب وقوعها من عدمه على جهد الإنسان وكسبه؟ أيوة، الأقدار المكتوبة على نوعين: أقدار كتبها الله وكتب معها أسباب انتفائها، وأقدار كتبها الله وكتب معها أسباب نفاذها. فإذا تم القدر ونفذ صار قضاء، فالقضاء هو ما وقع من القدر. والجزء الأول قد يلتبس على بعض الناس، كما أوردت حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. سنأتي على ذكر ذلك. طيب، دكتور، لكن أنا أريد أن نوضح شيء من البيان للمشاهدين. كل الأقضية هي نافذة التحقق، أم أن ما هي الأفعال التي يعني تتحقق أو عدم لا تتحقق، يعني يترتب وقوعها من عدمه على جهد الإنسان وكسبه؟ يعني هنا مثلا قد يسأل سائل، يعني أين إرادة الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى قضى على الإنسان أن يعيش مثلا شقيا أو صالحا، فأين هنا إرادة الإنسان؟ طيب، احنا قلنا حتى لا نخلط بين الكسب الإنساني والإرادة الإنسانية وبين الإرادة الإلهية، نعم، أن الإرادة الإلهية التقدير الإلهي أربع أشياء، نعم، كما يعني استقر كلام علماء السنة والملة ربما جميعا. أولها العلم، وثانيها الكتب أو الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. طيب، هل هذا يعني أنه ليس هناك مساحة أو مجال للحركة الإنسانية؟ كلا البتة، بل هناك مجال كبير وهائل لهذه الحركة الإنسانية. أين تتجلى هذه المساحة؟ يعني أيوة، أنا سأقول الآن. الله سبحانه وتعالى يا أخي الكريم خلق لهذا الكون قوانين، ومنها قوانين للسلوك الإنساني. من هذه القوانين مثلا قانون الأسباب. تمام. فالإنسان مساحة كسبه أنه يعلم السبب المفضي إلى النتيجة، ويريده ويأخذ به، يعمله وينتظر تحقق النتيجة على هذا السبب بالتوفيق الإلهي. الآن طالب في الجامعة، ما هو المطلوب منه؟ يحصل العلم، يذهب إلى المحاضرات، يقرأ الكتاب ويدرسه جيدا، يزيد إلى علمه في هذا التخصص من المكتبة ومن وسائل التعليم المختلفة. هذا نسميه أخذا بالأسباب. هو الآن أخذ بأسباب التعلم، تمام، وأخذ بأسباب النجاح، ويذهب إلى الامتحان متسلحا بعمل الجوارح والالتزام والانصياع للقوانين والسنن الإلهية التي أوجدها الله في هذا الأمر. ثم إذا فعل ذلك ينتظر التوفيق اللي هو المشيئة والخلق الإلهي، المستوى الثالث والرابع، لما يريده. تمام. فقد ينزل الله سبحانه وتعالى النتيجة المرجوة للإنسان،
وهو القانون المضطرد، وقد يحرمه منا لحكمة قدرية قد لا نعلمها في هذه اللحظة لكن نعلمها بعد حين. تمام؟ فالإنسان مطالب بالأخذ أو بالعمل بالسنن الإلهية تكليفا، وهو يقوم بها تعبدا. يعني هل المشيئة هنا متعلقة ليست متحققة دكتور؟ أي مشيئة؟ مشيئة التي مثلا إذا قلت إن الإنسان يدرس ويتعلم لكن النجاح متوقف على مشيئة الله، إذا أراد أن ينجح ينجح وإلا فلا، أليست المشيئة داخلة هي مع العلم والكتابة والخلق كلها؟ يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر على هذا الإنسان نعم أنه سينجح من عدمه. نعم نعم. إذن وتعبده بالأخذ بالأسباب. طيب طيب، فأنت الآن أخذت بالأسباب، درست وتعلمت وكذا، أجرت على هذا، أخذت أجره. طيب، قد يقدر الله عليه النتيجة الطبيعية المعهودة في هذه الحالة، وهي أن توفق وتنجح وتكون من الأوائل، فيكون ذلك بفضل الله وتوفيقه، أو يمنعك الله من ذلك ويؤخره عنك لأمر قدره تعلمه بعد حين أو لا تعلمه، كما أخر الله عز وجل عن النبي وأصحابه النصر في بعض الغزوات، تمام، كغزوة حنين، ليؤدبهم ويربيهم ويردهم إلى معنى إيماني دقيق، ثم من عليهم بالنصر بعد ذلك في مواضع أخرى. فالتقدير الإلهي والمشيئة الإلهية حاكمة على المشيئة الإنسانية ولا ريب. أنت تشاء وتأخذ بأسباب ما شئته، وتنتظر من الله عز وجل أن يهيئ لك نتيجة ما أردته. تعال نوضح هذا بمثال قرآني ربما يظهر لنا الفكرة ويجليها. الله تعالى حدثنا عن غزوة بدر وعن كل الذين شاركوا في الغزوة. الذين شاركوا في الغزوة هم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والملائكة الذين أنزلهم الله ليقوموا بذلك. ثم أخبرنا أن هؤلاء الثلاثة الذين شاركوا في الغزوة ليسوا هم الذين حققوا النتيجة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تمام. وقبلها قال للصحابة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ثم تحدث عن الملائكة ووصف لنا ما دار فيما يخص الملائكة، فقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم عقب بعد ذلك كله على كل هؤلاء فقال: وما النصر إلا من عند الله. إذن لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الملائكة هم الذين حققوا النتيجة، كلهم أسباب. أنتم تحركتم في الدائرة المطلوبة منكم، دائرة الأسباب، أما النتيجة فصناعة قدرية إلهية. ولذلك وما رميت إذ رميت، النبي رمى ولا لم يرمي أخي جهاد؟ رمى، رمى يقينا في عالم الأسباب، لكنه لم يرمي في عالم القدر، في عالم الغيب. لكن الله سبحانه وتعالى قدر في هذه الحالة أن يوافق رمي القدر، وأن توافق مشيئة الله عز وجل، وأن تشمل مشيئة الله عز وجل مشيئة الصحابة والنبي وسعيهم وجهادهم، وأن يرتب عليه النتيجة المأمولة وهي النصر. فهم متعبدون بالأخذ بالأسباب، ومتعبدون بأن يتعاملوا مع النتيجة نصرا أو هزيمة بما يريده الله منهم. فإن كان النصر شكروا وحمدوا ربهم، وإن كانت الهزيمة صبروا ونظروا في تقصيرهم وأعادوا الكرة مرة أخرى. ولذلك قال لهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أي فارجعوا إلى أنفسكم وانظروا أين الخلل وسدوا ذلك الخلل، وأكملوا الأخذ بالأسباب، وانتظروا التوفيق والتأييد الإلهي والنصر من عند الله عز وجل. كأن الأمر أن مشيئة الإنسان يا أخي الكريم متعلقة بعالم الأسباب، تمام؟ الذي تعبد الله الخلق بأن يأخذوا بها في كل أمر، لكن هذه الأسباب ليست كفيلة وحدها بأن تحقق النتائج، وإلا لن تفى القدر. طب ألم لا تدخل هذه الأسباب أيضا في قضاء الله طبعاً وقدره؟ طبعا. إذن يعني هم حتى في الأسباب هم يعني كما يقول، قد يفهم بعض الناس أو بعض المسلمين بأن حتى هذه الأسباب هي مقدرة عليهم، ليس باختيار، مكتوبة يعني ومقضية. كتب الله أن الأخ جهاد يصل إلى بيته سالما، وكتب أنه سيستقل سيارته من أمام القناة إلى البيت، فكتب النتيجة وكتب السبب، لكنه كلفك بالسبب ولم يكلفك بالنتيجة. السبب مكتوب والنتيجة مكتوبة، تمام؟ وده يزيل اللبس اللي في حديث الدعاء والقضاء، تمام؟
قبل هذا الفهم الدعاء والقضاء، يعني ثمة هنا قد يفهم أيضا بعض الناس إشكالية. القاعدة العلمية تقول أن الإنسان ابن بيئته، نعم، وبما يعني بما أن كسب الإنسان هو يعني متأثر أو رهن بالبيئة التي ينشأ فيها، وبما أن الإنسان لا يختار بيئته وإنما هي تفرض عليه فرضا، كيف يمكن التوفيق بين هذه القاعدة العلمية بأن الإنسان ابن بيئته وما يكتسبه من صفات وأفعال بتأثير هذه البيئة، وبين قاعدة القضاء والقدر؟ لا، هو شوف يا أخي الكريم، أن يكون الإنسان في بيئة معينة هذا لا يعني أن خيار أن الخيار بالنسبة إليه قد انتفى. صحيح البيئة تفرض عليه قواعد وقوانين، لكنه إذا صحت إرادته يغير قواعد هذه البيئة. والتاريخ الإنساني يعرف من غيروا شعوبهم ومجتمعاتهم وحركة التاريخ في أماكن حياتهم. فالبيئة ليست سيفا مسلطا على رقاب العباد ينفي عنهم الاختيار وينفي عنهم أن يكون لهم مسلك خاص في الحياة. صحيح تلون الإنسان ببعض ألوانها، لكنها لا تنفي عنه اختياره بالكلية، شرط امتلاك الإرادة الصحيحة طبعا بدون شك. والعجيب يا أخي الكريم أن حتى أن العرب حتى قبل الإسلام لم يكن عندهم ريب في مسألة القدر. حتى يعني أذكر من شعر عنترة يقول: يا عبل كيف الهروب من المنية إن كان ربي في السماء قضاها. ما في حيلة الإنسان فيما قضاه الله عليه ويعني فرضه عليه. ويعني هذه القضية هي من مقتضيات إقرار الإنسان بأنه مخلوق. مخلوق يعني هو قوة دنيا وفوقه قوة خالقة عليا، ومن ثم فهو إرادة دنيا وفوقه إرادة شاملة عليا. هذا من مقتضيات الفطرة الإنسانية. الإنسان لو لم يعني يوطن نفسه على ذلك لا تستقر له حياة، لا يتحمل عقله، لا يستطيع أن يتحمل أن إرادته مطلقة وأن إرادته لا حدود لها. ولذلك يعني هناك أشياء في القدر نهينا عن التفكر فيها، أن نخرج بالقدر فوق حدود ما أمرنا أن نؤمن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تسترسلوا في التفكير وطرح الأسئلة وتفريع القضايا حتى تصلوا إلى ما لا تتحمله عقولكم. تمام؟ فيقول الإنسان: لماذا قدر الله علي أن أكون في هذه البيئة؟ ولماذا أوجدني في هذا الزمان؟ طب ما الحكمة من أن تكون مثلا لدى المسلمين عقيدة ينهوا عن التوسع في التفكير بها؟ ما الحكمة؟ لأنه العقل الإنساني له قدرات، له طاقات، على قياس تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا الله قدره. في هذه الأشياء الفرعية جدا يتخذ منها الشيطان مدخلا ليشكك الإنسان في وجود الله أو في حكمة الله أو في عدل الله، ومن ثم يلبس عليه دينه كله. تمام؟ نعم. لماذا جعلك الله فقيرا وجعل فلانا غنيا؟ لماذا حرمك الله كذا وأعطاها غيرك؟ يعني لا يزال الشيطان يدخل بالإنسان في أبواب الشك والريبة والقنوط من باب التفكير في القدر. لذلك ينبغي أن يكون تفكيرنا في القدر منطلقا من الإيمان لا منطلقا من الشك. جميل. ملتزما بما أمرنا أن نفكر فيه من القدر ومبتعدا عما أمرنا أن نجتنبه من مسائل القدر. حتى نحرز مزيدا من تحرير هذا المفهوم دكتور، يعني في هذا الجزء، يعني سؤالي الأخير في هذا الجزء هو: إذا كان الإنسان يعمل يكسب، مثلا هو يصلي يتعبد الله أو يذهب إلى معصية يشرب الخمر أو يزني ما إلى ذلك، هل هذا يعني يدخل في إرادة الإنسان ومساحة حريته الكاملة، أم أن يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق علم أن فلانا سيفعل كذا فكتب عليه ذلك، أم أن هذا كله قدره الله سبحانه وتعالى ويعني أسره عليه؟ الإمام الحسن بن علي له عبارة طويلة محكمة أوردها صاحب المرقاه، وأوردها أيضا ابن تيمية في التائية، أشار إلى معناها. هذه العبارة تجيب عن هذا السؤال. يقول: من لم يؤمن بقضاء الله فقد كفر، ومن حمل ذنبه على الله فقد فجر. يعني هو يختار الذنب باختياره ويفعله بإرادته ثم يقول: قدره الله علي. وروى الإمام الديلمي في مسند الفردوس أن عمر رضي الله عنه حد رجلا في السرقة، فسأله: ما حملك على أن تسرق؟ قال: الله قضاه علي، فأمر به فجلد، وقال: قطعت يدك حد السرقة
وجلدتك للكذب على الله إن ذلك لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. تمام؟ نعم. التقدير الإلهي بمعنى العلم أن الله يعلم أن الإنسان سيختار ذلك لا ينفي الاختيار، وبمعنى الكتابة أن الله يكتب ذلك في الكتاب لا ينفي أن الإنسان هو الذي اختاره، وبمعنى المشيئة أن الله هنا أذن بأن يتحقق ما يريده، أذن للإنسان أن يختار الطاعة أو المعصية. وبمعنى الخلق أي خلق الأفعال جملة، فالله هو خالق كل شيء وخالق كل الأفعال، خلق بعضها صالحة وأرادها من عباده، وخلق بعضها غير صالحة وحذر العباد منها وأذن لمن يريدها أن يفعلها حتى تتم المسؤولية والمحاسبة. بقية عبارة الحسن فيها إشارات مهمة في موضوع القدر تستحق أن أتوقف أمامها. تفضل. يقول بعد ذلك: وإن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصى مغالبة. لا يطيعه الطائع لأنه أكرهه على الطاعة أو اختارها له وأجبره عليها، لا، وهديناه النجدين أي وضعنا له الطريقين ووضحنا له الطريقين وأبنا له السبيلين واختار طريق الخير أو الشر. تمام؟ فهو لا يكرهك على الطاعة ولا يعصى مغالبة ولا يعصيه من عصاه لأنه خرج من سلطانه. تمام؟ فلا يطاع إلا بعونه ولا يعصى إلا بعلمه أو بإذنه، لأنه تعالى مالك لما أملكهم من الأسباب والعقول والقدرات، وقادر على ما أقدرهم. الإرادة الإنسانية دائرة صغيرة في محيط الإرادة الإلهية تحت سلطانها، لا تند عنها ولا تخرج عنها. فإن عملوا بالطاعة، إذا الإنسان اختار أن يعمل بالطاعة، لم يحل بينهم وبينها، تركهم يعني يفعلون ما شاءوا من الطاعات. وإن عملوا بالمعصية فليس هو الذي أجبرهم، فلا هو أجبرك على الطاعة ولا هو أكرهك على المعصية، وإنما خلق الأفعال كلها وترك لك الاختيار، وذلك كله في إطار المشيئة الإلهية الكبرى. يقول: ولو أوجب أجبر الخلق على الطاعة لانتفى الثواب، ولو أجبر الخلق على المعصية لانتفى العقاب. فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، لأنه هو الذي علمهم وهو الذي وفقهم وهو الذي هداهم. وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم، لأنه كلفهم وفي التكليف ألا تفعلوا هذه المعاصي. فالاختيار الإنساني حاصل، وحركة الاختيار الإنساني موجودة، والكسب الإنساني حق، لكن كل ما يضبط هذه المسألة أن ذلك كله تحت سقف وفي إطار الإرادة الإلهية العليا الحاكمة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء في كون الله رب العالمين. في الواقع دكتور، كل هذا الكلام كان فقط تأسيسا لما سنبني عليه الحوار في بعد الفاصل، وهو إن شاء الله تأثير هذه العقيدة على من يؤمن بها. صحيح. ولكن بعد العودة من فاصل نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن القضاء والقدر وأثره في حياة المسلمين، والحديث دائما مع الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية. أجدد الترحيب بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا يا أخي. ما جملة الأفكار والتصورات التي ينبغي على كل مسلم أن يحملها وأن يعتنقها حتى يصح فهمه واعتقاده لعقيدة القضاء والقدر؟ أشياء كثيرة. أولها أن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة. نعم. ثانيها أنه من مقتضيات الإيمان بالله، فلا يسلم الإيمان بالله رب العالمين إلا إذا تبعه الإيمان بالقدر.
لأنه من مقتضيات الألوهية والربوبية. الأمر الآخر أن فيه سلامة للإنسان، إذ إنه بإيمانه بقضاء الله وقدره لا يكلف نفسه فوق طاقتها، ولا يحملها فوق وسعها، ولا يضعها فوق قدرها، فتهدأ النفس وتطمئن وتستقر وتستطيع أن تقبل على الحياة، لأنها تعلم أن كل شيء في يد الله رب العالمين، وأنا عبده ولن يخزيني ولن يخذلني ولن يتركني، فيطمئن إلى ذلك. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه وإلى أسبابه وإلى إرادته ومشيئته يتعب ويحمل هم كل شيء، وإذا استند إلى القوة العظمى فتوكل على الله كفاه الله عز وجل. والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الأمر الآخر أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر هي تمييز بين مذاهب الهداية ومذاهب الضلال، بين مذهب الهداية ومذاهب الضلال. تميزني، تجعلني أشعر بالتميز عن أولئك الذين انحرفوا عن جادة الطريق، وأساءوا التصور عن الله، وأساءوا التصور عن تدبير شؤون هذه الحياة وشؤون هذا الكون، إلى آخر ما هنالك من المعاني التي يطمئن إليها قلب المؤمن ويصل إليها ربما بفطرته قبل أن يصل إليها بهداية الوحي. لأنه ما الوحي إلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، كذلك وصف الله وحيه إلى أنبيائه. الوحي والفطرة متطابقان، والإنسان إذا ضل على جبلته وفطرته الأولى لا يجد أي غضاضة في تلقي الوحي الإلهي. وقضية الإيمان بالقضاء والقدر هي من الفطرة التي فطرنا عليها، تمام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن يقول أحدنا: لو كان كذا وكذا، إذا وقع إذا أصابه شيء أن يقول: لو كان كذا ما كان كذا، ولكن قولوا قدر الله وما شاء فعل. ليه؟ عندما تحمل نفسك العواقب والنتائج فيما لا تقصير لك فيه، تأخذت بالأسباب وبذلت ما تستطيع، يا أخي حتى أخطأت وفاتك المقصود، ما قيمة البكاء على اللبن المسكوب؟ يعلمك عقيدة الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، يجعل الإنسان إيجابياً. أفلتتني هذه فلأنتقل إلى التالية وأعوض فيها ما فاتني. وهذا ما أريد أن أبحثه معك، يعني هي جملة الصفات والخصائص التي تتولد من عملية الإيمان بالقضاء والقدر. يعني إذا استقر وعي المسلم بهذه العقيدة، فما الصفات التي آليا ينبغي أن تتحقق فيه؟ صحيح. أول وهذه الصفات إنه الإنسان يكون إيجابي، كما كنا نقول قبل قليل. لو أن الإنسان لم يؤمن بالقضاء والقدر سيعذب نفسه ويجلد ذاته ويقع في اليأس والقنوط والإحباط عند كل إخفاق. فإن خسر جولة أو هزم مرة أو فاته مقصود اسودت الدنيا في عينيه وأغلقت الأبواب أمامه وانقطعت به الأسباب، دخل في المهالك. أما المؤمن بقضاء الله وقدره فهو يعلم أن وظيفته الأخذ بالأسباب، أخطأت النتيجة أو أصابت، فإن أخطأته مرة ستصيب الثانية، وحسبه أنه يتعبد لله. يا أخي أنا أخذت بالأسباب فأخذت الأجر كاملا، كانت النتيجة على ما أحب فضل الله ونعمته، أخرها الله عني قدر الله وحكمته. وأنتقل إلى التي تليها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، في كل أمر من الأمور. فعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تجعلك إيجابيا، لا تتوقف عند محطة خاسرة أو عند مقصود فائت. لذلك أنا أقول لكل من استولى على قلبه يأس أو قنوط أو إحباط لتأخر النصر، للمرور بأزمة، هذا لزواج فاشل وكذا، أقول له: اطمئن إلى قدر الله وخذ بالأسباب، ولا تخرج من نفسية المؤمن إلى نفسية الساخط، ولا من نفسية المؤمن إلى نفسية الشاك، واحتفظ بإيمانك وابقى عليه وواصل العمل واستأنف المسير، وسيعوضك الله فيما بقي. الأمر الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب الطمأنينة عندما أعلم أن كل شيء في هذه الأرض بقضاء الله وقدره، فلا أخاف على نفسي، ولا أخاف على ولدي، ولا أخاف على شيء في المستقبل. أخذ بالأسباب وألقي هذا كله يعني عن كاهلية، وأعتقد أن الله هو الذي يدبر ولست أنا، أن الله هو الذي يقدر ولست أنا، أنا إنسان ضعيف جدا. أتعبد إلى الله بالسعي، وأتعبد إلى الله بالكسب، وأرجوه وأسأله في كل لحظة أن يكتب لهذا السعي والكسب التوفيق،
حتى تتحقق آثاره في الأرض وفي الدنيا والآخرة، لكن لا أحمل نفسي العواقب والنتائج وأحمل أهمها وأنا أضعف من أن أحمل هذا الهم. الإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب الطمأنينة ويورث القلب السكينة واليقين. الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان دائما متطلعا إلى العمل والإنجاز والإنتاج، لا يتكاسل ولا يقعد، نشاط، عنده نشاط، عنده حيوية دائمة بفعل الإيمان بفعل طبعاً العقيدة. طبعا الإيمان يصنع طاقة، واستقامة القلب وعدم وجود مشاكل داخل القلب وداخل العقل تطلق أو يعني تحرر طاقات الإنسان وتطلقها فيعظم عطاءه وإنتاجه. ولذلك نحن نتعجب كيف لأسلافنا أن ينجزوا هذه المنجزات الهائلة في أعمار قصيرة. أنا أقول طاقاتهم حررت من قيودها وطاقاتنا كبلتها قيود كثيرة. وهذا ما تحدث عنه كثير من المستشرقين والمؤرخين الغربيين بأنهم أن الفتوحات الإسلامية كانت هي أسرع الفتوحات في التاريخ صحيح. البشري كلها، ربما هذا مرتبط بهذا. نعم 100% الفتوحات العسكرية وأيضا الفتوحات العلمية، يعني ما تجد واحد من العلماء عنده 42 سنة ولا ماتوا عنده 36 سنة وملأ الدنيا علما، النووي والسيوطي وأبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي بدأ التأليف وهو كبير، بدأ طلب العلم وهو كبير بعد 40 وماتوا عنده 55 15 عاما. فتخيل أن رحلة هذا الرجل الفذ في العلم من أوله إلى آخره 15 عام من أول الطلب إلى وفاته، حجة الإسلام. أيوة أبو حامد الغزالي، وأنجز كل هذا المنجز الفكري في العقيدة والفقه والأصول والفلسفة والتفسير وأسماء والرقائق في 15 سنة. ماذا فعل في 15 سنة حتى ينجز؟ الإمام النووي مات عنده كم سنة؟ النووي رحمة الله عليه 46 سنة، وترك لنا علما والله ولا جامعات بمئات الباحثين تستطيع أن تنجز ربع هذا العلم ولا حتى نصف ولا أقل ولا أكثر. كان الواحد فيهم مؤسسة علمية كاملة. كيف هذا؟ إنه تحرر من هذه الأثقال وتحرر من هذه العوائق النفسية والقلبية وأشرقت عقولهم بالإيمان الكامل النقي البسيط المستقر الذي لا يتبدل ولا يتلون ولا تعدو عليه غوائل الشك والريبة والسخط على أقدار الله. لا لم يكن هذا في حياتي فأنجز هذه. هذا ربما لم يتح في حضارة أخرى ربما هذا طبعا هذا أنا لا أعرف مثيلا لهؤلاء. حتى أحد المستشرقين مرة يتحدث عن الغزالي أبو حامد رحمة الله عليه فيقول أنا لا أعرف رجلا أنجز في حياتي هذا القدر من العلم، ويقول أنا جمعت الأوراق التي كتبها في حياته وقسمتها على أيام عمره التي قضاها في طلب العلم، فوجدت أنه كان يكتب في كل يوم من حياتي 40 ورقة. معدل لا يمكن حد، ما فيش واحد بيؤلف عميقة 40 ورقة محكم على هذا النحو ويكتب لنا 40 ورقة من المستصفى ولا من المنخول ولا من هذه الكتب في اليوم. 40 ورقة في اليوم. حتى أخي الإمام شيخ المفسرين جرير الطبري يقول أنه لما كتب كتاب التفسير أول ما بدأه كتبه في 300,000 ورقة، ثم أراد أن يشرحه فقال له الناس لا نستطيع، فعكف فاختصر لهم في 3,000 ورقة. طيب يعني الدكتور حاتم، يعني أعود معك إلى حديث الصفات والمناقب، أليست في نهاية المطاف الصفات والمناقب الذكاء وحسن الخلق أو سوءه كلها هي من الأمور المقدرة والمقضية للإنسان؟ طيب كم من إنسان ذكي دفن ذكاؤه دون أن يشعر به الناس، وكم من صاحب موهبة طويت دون أن تنفع الناس؟ ما هو الملكات وهبها الله لكثيرين من الخلق. إذن وهب، إذن قضاء، وليست هي قضاء وليست بسبب البيئة وبسبب التولد. لا لا، في كل مكان وفي كل زمان أذكياء ونوابغ وموهوبون، ويعني العبرة بأن تكتشف هذه المواهب وتنمى وأن يوظفها الإنسان توظيفا حسنا. أنا قصدت من سؤالي دكتور يعني الذكاء وحسن الخلق هل هي من المساحة التي يتحرك فيها من كسب الإنسان أم هي مقدرة من الله لا طيب دخل له فيها؟ خلينا نفرق بين الذكاء وحدة العقل، وهذا بدون شك قدري في أصله. قدري نعم، لكن استثماره وتنميته وإنتاجه كسبي. وقد يوهب الإنسان الذكاء ويتحول إلى زعيم مافيا في الشرق أو الغرب فيكون ذكاؤه وبالا عليه وعلى الناس. فالذكاء في ذاته قدري، لكن استثماره وتوظيفه وتنميته كسبي. الأخلاق كلها كسبية، كسبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، أي بإلزام النفس الحلم وإكراهها عليه حتى تصير حليمة
وإنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر إلى آخره. فكل هذه أمهات الأخلاق، ما فيش واحد بيولد كريم لا يجد يعني غضاضة في إنفاق المال سجية. ولذلك قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: إنا لنجد في أنفسنا على المال مثل ما يجدون، أي الذين يبخلون بأموالهم عن الصدقة والبر، لكننا نذكر الآخرة. يعني أنا مثلك يا أخي، المال له سلطان وله شهوة له، لكنني أذكر الآخرة فأنفقه في سبيل الله. فالكرم مكتسب، الصبر، الحلم، العلم، كل الأخلاق مكتسبة. ما فيش واحد يعني ولد كريما حليما ذكيا ودودا لطيفا، إنما يختار لنفسه هذا السلوك فيلزم نفسه إياه حتى يصير سجية بالمداومة. إذن دكتور، يعني الإيمان بالقضاء والقدر ينبغي وجوبا أن تورث المسلم المؤمن بها صفات متميزة عن غيره من أتباع الشرائع بدون أدنى شك أخرى. بدون أدنى شك، لأنه يعلم حدود الاكتساب الإنساني والحركة الإنسانية فينشط فيها، تمام، يعلم أن هذه الصفات كلها من كسبه فيسعى إلى كسبه، ويعلم أن الأعمال من كسبه فيسعى إلى إصلاح الأعمال التي يكسبها، ويعمل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد هداه النجدين وترك له أن يختار أحد الطريقين فيختار الطريق الصالحة. يعني علمه بالقدر وإيمانه به يرسم له حدود حركته في الحياة، فيملأ هذه الحدود حركة، ويعلمه ما لم يكلفه في باب القدر، فلا يتحمل وزره ولا مشقته ولا يعنت نفسه فيه. طب نقطة مهمة حقيقة أشرت إليها دكتور، أريد أن أبني عليها سؤالا أرى أنه مهم جدا طرحه. إذا ما كان الإيمان بالقضاء والقدر يورث المسلم هذه الصفات، ومنها ينبغي أن يورثه سلامة الذهن ونظافة المسلك، وبالتالي كيف تفسر نشوء حالات مثلا اكتئاب أو انتحار أو كذا في صفوف المسلمين في ظل وجود عقيدة مثل عقيدة القضاء والقدر الذين يقولون إنهم يؤمنون بها أصلا؟ لا، ما هو لا يمكن أن يكون مؤمنا بالقضاء والقدر إيمانا حقا ثم يكتئب وينتحر. ما هو ليه بيكتئب وينتحر؟ لأنه حمل نفسه العواقب، هو أخذ بالأسباب ولم يوفق في مسألة أو اثنين أو ثلاثة، فحمل نفسه عواقب هذا عدم التوفيق، وعاش في ظل اتهام نفسه حتى أصابه الاكتئاب، أو ظن أن الدنيا قد انتهت وإنه ما ضاع لا يمكن أن يعوض، رغم أنه لو آمن بالقضاء والقدر لعرف أن الله تعالى يأمر عباده بقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فيخفف من غلواء الحزن على ما فات ومن غلواء الفرح بما أعطي. حتى بعيدا عن الانتحار، حتى مرض الأمراض النفسية بذاتها تتنافى مع الإيمان بهذه العقيدة. الإيمان بالقضاء والقدر هو بوابة علاج كل هذه الأمراض، وهو أعظم الوقايات من كل أنواع الأمراض النفسية. الأمراض النفسية منشأها جميعا إنه الإنسان يحمل نفسه في باب القدر ما ليس من شأنه. فلو إنه آمن إيمان صحيح وعلم أنه متحرك في عالم الأسباب، وعلم أن العواقب كلها بيد الله، وعلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، وأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لو أن هذه المعاني استقرت عنده وفوض أمره إلى الله ما وجد أي مشكلة. من هذه الزاوية أريد أن أدلف معك إلى علاقة القضاء والقدر بواقع المسلمين وما ينزل بهم من نوازل، ولكن في الجزء الأخير من الحلقة لو أذنت لي. ما تبقى من زمن الحلقة اليوم يأتيكم بعد هذا الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم.
دكتور، يعني ربما وصلنا إلى الحديث عن واقع المسلمين وما يمرون به من نوازل ومآسٍ، وحقيقة ما يتعرض له المسلمون من تنكيل في بقاع العالم المختلفة. هل هذا له، إذا ما أسقطنا هذا الواقع على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، هل هذا له علاقة يعني بهذا؟ لو سلطنا عليه أضواء ما قلناه سلفا لقلنا أن المسلمين قصروا فيما أمروا به من الأخذ بالأسباب، أسباب النصر، أسباب التمكين، أسباب العزة والكرامة، أسباب السيادة على أراضيهم وبلادهم، أسباب السبق والريادة العلمية، أسباب القوة الاقتصادية، أسباب القوة العسكرية، لا ريب أن المسلمين قصروا في هذا كله، وهذا مما أمروا أن يعملوا به وأن يكتسبوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لم نعد هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم نعتصم بحبل الله وتفرقنا وخضعنا لسايكس بيكو وما قبل سايكس بيكو وما بعد سايكس بيكو، تمام؟ فالأمة المسلمة فيها تقصير هائل في أخذها بالأسباب، فلا يجوز لها أن تتعلل فيما وصلت إليه بمسألة القدر. لكن ثمة قد يسألك سائل، يعني هناك كثير من العلماء وكثير من المفكرين وكثير من الصالحين وحتى المصلحين في المجتمعات الإسلامية موجودون، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وبالتالي يسامون العذاب. طيب خلينا نتم الفكرة ثم نذهب إلى هذه. تفضل. فالمسلمون هنا محجوجون بتقصيرهم في عالم الأسباب، وبناء على هذا التقصير عوقبوا، تمام؟ وهذه قوانين إلهية لا تحابي. طيب الآن الواقع أن هذه الأمة لابد أن تأخذ بهذه الأسباب حتى تخرج من نتائجها، فتأخذ بأسباب الوحدة، تأخذ بأسباب العلم، تأخذ بأسباب الدين، تعود إلى دينها وربها وتقيم الدين في حياتها خلقا وسلوكا وتشريعا وقبل ذلك اعتقادا، ثم بعد ذلك بعد أن تأخذ بالأسباب وتسعى في كسبها تنتظر من الله عز وجل التأييد والتوفيق والتمكين والنصر والعزة والكرامة، وهي نتائج متحصلة لا محالة إذا أخذت الأمة بهذه الأسباب. طيب ما الأمة فيها علماء كما تفضلت وفيها مصلحون، ما هو وجود الصالحين والمصلحين لا يكفي حتى ينتجوا إصلاح الأمة، وهو السؤال الذي سألته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. في صالحون لكن الغالب على الأمة ليس الصلاح، وفي مصلحون لكن الغالب على الأمة ليس الإصلاح، فتؤخذ الأمة بما غلب عليها من الفساد ومن الضعف ومن البعد عن الله عز وجل ومن الفرقة ومن كذا ومن كذا، فتعاقب بما آلت إليه أمورها. يا أخي الكريم، القضاء والقدر لا يعني أن ينصر المقصر، ولا أن يعطى المهمل، ولا أن يوفق ويسدد البعيد عن الله عز وجل، هذا تواكل مرزول. الإيمان بالقضاء والقدر يعني أن ترمي رميتك وأن تأخذ بغاية ما تستطيع وتنتظر التوفيق من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الناقة اعقلها وتوكل، لما سأله الرجل اليمني يا رسول الله أعقلها يعني ناقتي أم أتوكل على الله، أربط الناقة ولا أتركها تسيح في الصحراء وأتوكل على الله وأخرج فأجدها مكانها، فقال له اعقلها وتوكل، ليس متعارضين يا رجل، اعقل هذا عالم الأسباب، هذا التكليف، هذه إرادتك، هذه دائرة حركتك في الحياة، وتوكل على الله هذا عالم الغيب وعالم القدر الإلهي والإرادة الإلهية التي لا حيلة لك فيها والتي ينزلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته المطلقة على وفق ما أخذت به من أسبابه التي قدرها وقدر عليها نتائجها. ومن ثم نعود إلى عودا على بدء، الله عز وجل يقدر القدر ويكتبه ويكتب معه أسبابه، فيكتب أن الأمة تنتصر، ويكتب تحت هذا العنوان الكبير أسباب ذلك النصر، تنتصر لأنها أقامت الدين وأطاعت الرب سبحانه وتعالى وجمعت شملها ووحدت صفها وأخذت بأسباب القوة ولم تتفرق أمام أعدائها ولم تمالئ أعدائها ولم تبع دينها وتبع أموالها لهؤلاء الأعداء، فأخذت بأسباب النصر فانتصرت. طيب أنت تحدثت عن أن التقصير حاصل
في مساحة الأخذ بالأسباب، لكن إلى أي مدى يوجد ربط بين التقصير بالأخذ بالأسباب ووجود خلل في عقائد المسلمين اليوم؟ ما هو طبعا يعني لأن العقائد السليمة تقود المسلمين في النهاية. صدقت يعني صدقت وأصبت، وكان ينبغي أن يقدم هذا في الحقيقة، أنه قبل حتى التقصير في الأخذ بالأسباب هناك تقصير في الإيمان بقضية القضاء والقدر. بعض المسلمين الآن يرون أن تسلط أعداء الأمة عليها وقدر مقدور لا مخرج منه، وأن حيلة الأمة قد انقطعت، وأنه طب هنعمل إيه وإحنا نغير الكون، إن بيننا وبينهم سنين ضوئية من القدرات والإمكانات إلى آخره. هذا يتعارض مع عقيدة القضاء والقدر، لأن عقيدة القضاء والقدر تقول لك خذ بما تملك من الأسباب وانتظر النتيجة والتوفيق والتأييد من مسبب الأسباب، فلا يعني أن المطلوب كبير أن يبرر ذلك بالتقصير أو يقابل بالقعود، إنما لابد أن نبدأ الخطوة الأولى والتي تليها، وكل مأجور. لو عرفت أنني مكلف بالأخذ بالأسباب ولست مكلفا بالنتائج لأخذت بالأسباب حتى وإن تخلفت النتائج، لأنني طالب أجر لا طالب نتيجة. النتيجة لم أكلف بها ولم يتعبدني الله به، لم يقل الله عز وجل انتصروا على أعدائكم، وإنما قال إن تنصروا الله إن تأخذوا بأسباب النصر الإلهي جملة ينصركم، تأتي النتيجة من عند الله. فأنا لا أكلف نفسي النتائج وإنما أكلف نفسي أسبابها، فإن أحسنت الأخذ بالأسباب توكلت على الله وانتظرت منه النتائج. طيب قد تكون هذه النتائج قريبة أو بعيدة في هذا الجيل أو في الذي بعد، لكن هذا المنطق دكتور حاتم، يعني بقي معي دقيقة من فضلك، لكن لأهمية النقطة، هذا المنطق ربما يقود إلى المغالاة في الأخذ بالأسباب لدرجة يعني نسيان مسبب الأسباب والاعتماد على الأسباب إذا لم نراعي النتيجة. ينبغي أن تكون هناك مراعاة النتيجة من دون الاعتماد على أبدا. هناك توازن دقيق جدا نعم بين الأخذ بالأسباب في عالم الجوارح نعم وبين التوكل على الله وتفويض الأمر إليه في عالم القلوب واليقين والإيمان. فنحن نأخذ بالأسباب في عالم الكسب بالجوارح تعبدا، ونفوض النتائج إلى الله في عالم القلوب إيمانا وتفويض، ولا تعارض بينهما إطلاقا، بل هما متكاملان ومتلازمان. فلا يكون الأخذ بالأسباب صحيحا في الإسلام إلا إذا كان مبنيا على التوكل والتفويض، ولا يكون التوكل صحيحا إلا إذا كان مسبوقا بالأخذ بالأسباب. وأنا أشكرك شكرا جزيلا، يعني انتهى وقت الحلقة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أشكر الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية، شكرا لكم، وحتى نلتقي في حديث مقاصدي جديد، نستودعكم الله.